تفتكر القرطاس ده هيجيب نتيجة؟ ادينا بنجرب، يعني هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته. الو، وعليكم السلام. ايوه معاك. مين؟ عايز ايه؟ العلاج بتاع الفيروس كورونا موجود يا حبيبي، كل حاجة موجود، اي حاجة موجودة انت عايزها، لرد الحبيب ورد المطلقة واكل الزبيب واي حاجة. انت ما تعرفناش ولا ما سمعتش عننا؟ لا 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 لا، سيبك من اللي الدكاترة بتقوله ده. بقول لك ايه دكتور، وانت فاضل الكلام ده تقعد بقى 14 يوم تجري هنا وهنا وتحبس نفسك؟ اسكت يا جدع، سيبك من الكلام ده. بص، الخلطة بتاعتنا حاجة بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة كويسة قوي. اعمل لك انا حاجة كده، ايه، تركيبة اعشاب مية مية، هتاخدها تبقى زي الرهوات. كل الحكاية 4 ايام بالظبط، 4 ايام هتبقى زي الفل يا ولد. ما تسمعش كلام دكاترة ولا بتاع دكاترة، ايه يا جدع انت، سيبك منهم، تقعد تجري في تحاليل واشعة وكلام فاضي. طيب انا مستنيك يا حبيبي، مستنيه، بس ما تنساش المعلوم وانت جاي، فاهم؟ يلا، ولو في، بص يا آلة، لو في حد في البلد عندك برضو قول لهم كده وهاتهم وتعالى، الخير كتير يعني والحمد لله. قول لهم الشيخ مستنيكم. ماشي ماشي، يلا حبيبي، يلا سلام سلام يا حبيبي، سلام. واهديه، من اللي ادى الولد رقمي بقى؟ انا مش عارف. بصوا بقى، انا اقول لكم على حاجه، العلاج بتاعي علاج انا عامله بطريقه بقى ايه، فهلويه. قعدت اخترع كده، وتعمل ايه يا هلا، تعمل ايه، جبت تركيبه اعشاب من ده ومن ده ومن ده. مش هقول لكم انا عملت ايه عشان سر الخلطه بتاعي ما يضيعش، هو انتوا فاكرين نهبل اقول كده والعالم كله ياخد السر ويعمله؟ لا، ده العلاج ده خاص بي، يعني انا اللي عامله وما حدش عارف يعمله. عارفين ده ايه؟ مش هقول لكم. انتوا عايزين اقول ده بقى علاج بتاخده 4 ايام بالظبط. اول ما تاخد العلاج من هنا يجي لك اسهال، تخش الحمام تسهل يا ولا، الفيروس ينزل في الاسهال على طول. لا تقول لي بقى بروتوكول ولا ما بروتوكولوش. بروتوكول ايه اللي بيقولوا عليه دي؟ انا عايز اعرف البروتوكول ده ايه، هو بتاع الصحه ده بقى. ده صنف فشتك ما يدفعش فيه فلوس. ليه يا دوسري؟ مشغول. مشغول على كام؟ على 5% بكتير. في الحقيقة يعني وزارة الصحة تعاملت مع جائحة كورونا بشكل محترم جدا ومميز جدا، وخاصة في طريقة العلاج. لما نيجي نبص كده على الأعراض اللي بيشتكي منها معظم الناس، كانت ارتفاع درجة حرارة، تعب في الزور، شوية كحة، صداع، الحاجات دي كلها أعراض مختلفة. وفي البداية كان الأطباء بيتعاملوا معها طبعا بالمضادات الحيوية والحاجة زي فيتامين سي وحاجة زي الزنك، بالإضافة طبعا لبعض الأعراض، مثلا لو حد بيشتكي من ارتفاع درجة حرارة بياخد خفض حرارة، لو حد بيشتكي من كحة بياخد حاجة تهدي السعال أو الكحة اللي موجودة عنده. والبروتوكول واضح جدا في وزارة الصحة ومعروف، وكل علبة دواء معروف اسمها أو تركيبها العلمي، ومكتوب عليها المكونات بتاعتها، وداخلها النشرة اللي مكتوب فيها إزاي الجرعة بتاعتها بتتاخد، ودي حاجات كلها معروفة للجميع. والدكتور طبعا بيحدد لك العلاج المناسب ليك حسب سنك وحسب وضعك وحسب إذا كان في أعراض موجودة أو مش موجودة، بالإضافة طبعا لو حد عنده مثلا سكر، عنده ضغط، عنده فشل كلوي، بيديله الحاجة المناسبة. عشان كده العلم واضح جدا في العلاج، محدد ومعروف، ما بيشتغلش مع مجهول. ده اللي احنا شفناه في بعض الناس اللي بدأت تدعي ان هي بتعالج المرض، ولقينا ان هم عاملين حاجة غريبة جدا. لما تيجي تلاقي حد بيقدم لك حاجة زي كده، تخيل ان انت بعد ما كنت بتاخد علبة دواء معروف تركيزها
ومعروف تركيبها الكيميائي ومعروف ايه الاثار الجانبيه ليها، بدات تاخد حاجه زي كده. مش بس كده، ده كمان بيديك حاجه معاه زي كده. هل هو ده العلم اللي احنا وصلنا له؟ هل هو ده الطب اللي احنا بنتكلم فيه؟ هل هو ده اللي احنا منتظرين ناخد منه نتيجة؟ اصحاب الحاجات اللي زي كده اتكلمت ان هي بترفع المناعة، على الرغم ان كل الاشعة وكل التحاليل اللي اتعملت وقالت ان هي بترفع المناعة او الاشعة اللي قالت الحالات بتاعتها اتحسنت، كانت في الحقيقة حالات كلها عادية جدا وما حصلش فيها اي تغيير، وده واضح من النتائج اللي احنا شفناها في الفترة الاخيرة لهذه النوعية. بالاضافه طبعا لما نيجي نتكلم في ان الناس بتقول لك اصل الدواء بتاخر او الدواء بيغيب شويه او الترخيص بتاعه الدواء بتتاخر شويه، احنا في وزاره الصحه لما اي حد بيشتغل في وزاره الصحه او في الدواء بياخد مرحله طويله من الاختبارات عشان يطلع للمرضى. ليه بقى؟ لان طبعا الدواء ده حاجه من اتنين، لما بنيجي نعمل دواء بنبقى عاوزين نعرف الدواء ده بيشتغل على ايه وايه الاثار الجانبيه بتاعته، فبندي الدواء ده نجربه الاول على الحيوانات وبعد كده بيبدا يتجرب على الانسان ونشوف النتائج بتاعته. ادى النتائج كويسه جدا في الغرض اللي هو مخصص ليه. طيب في اثار جانبيه ولا مفيش اثار جانبيه؟ الحاجات دي كلها بتحتاج وقت عشان خاطر لما يطلع ويبقى موجود في قلب الصيدليات يبقى احنا عارفين الدواء اوله ايه واخره منين. لكن النهارده ما ينفعش اجرب اي دواء على اي حد كده وبعد كده اكتشف ان هو عمل لي مشاكل كبيره. هل النهارده تقدر تقول لحضرتك التركيبه ديت ايه الاثار الجانبيه ليها؟ طب انت النهارده بتقول لي هي بترفع جهاز المناعه، طب الناس اللي عندها حراره عاليه والناس اللي عندها نزلات شعبيه والناس اللي عندها كحه والناس اللي عندها برد والناس اللي عندها كذا، هل انت بتتعامل مع كل الاعراض ديت بكيس واحد او بتركيبه واحده؟ في حين ان الطب لما جينا نشتغل عليها لقيناها ممكن تلاقي بياخد 5-6 ادويه على الاقل عشان يقدر يعمل كنترول لهذه الحالات. النهارده العلم هو الاساس، ولكن احنا كده بنفتح طريق للدجل والشعوذه واحنا في غنى عن هذا الامر كله. اطمنوا اطمنوا، كل اللي جه هنا مكسور رجع مكسور، وكل اللي جه هنا نايم رجع صاحي، وكل اللي جه هنا مقصور طلع مقصور. مولانا هيرجعكم بيوتكم زي الاندوس في الغابه والنمور في الوديان. هو ده بقى البروتوكول. يعني انا اقعد بقى اخد العلاج واستنى 14 يوم؟ لا، احنا عندنا العلاج بتاعنا حاجه بسم الله ما شاء الله تركيبه زي الفل زي دي، محدش عارف محطوط فيها ايه غيراني، عشان دي سر الخلطه بتاعي. هقعد استنى 14 يوم، هو 4 ايام بالكتير قوي، يبقى المريض زي الفل وماشي وحاجه ايه حاجه عنب، ياخد الحاجه دي وهيبقى 100 100 وصحته زي الفل. احنا بنقول حاجه يا جماعه، العلاج ده انا عامله بوصفه معينه، لكن عشان اقعد بقى واستنى واروح زي ما كان الدكتور بيقول واودي وزاره الصحه واستناهم يعملوا لي اختبارات ويعملوا لي مش عارف ايه ويكون حد تاني لقى العلاج واطلع انا من المولد بلا حمص، لا مش هينفع الكلام ده. سبب لهم قلق، والقلق بيخلق الاستعداد لتقبل الايحاء، وفي ظل الايحاء الناس بتصدق اي حاجه. افتكر اكتر ده ممكن يسمع بودانه ويشوف بعينيه حاجات ملهاش اي وجود. يا سلام، أمال الناس متعلقة بالتخاريف من قديم الأزل ليه؟ ليه غاوين يصدقوها ويتلذذوا بسيرتها ويتفرجوا عليها في الروايات والأفلام ليه يعني؟ ليه؟ تسيطروا بيها على القلق والخوف من بكرة اللي بيعشش جواهم وبيطردوا. طبعاً مش كل الحالات بتحتاج تاخد دواء لمدة 14 يوم، ده كله بيرجع حسب الأعراض اللي بيشتكي منها المريض. يعني في ناس بتشتكي من شوية همدان وتكسير ونشف، يومين ثلاثة والأمور بتتحسن تمام. بالإضافة أن الناس برضو بتتكلم، إحنا عندنا في البروتوكول بتاع وزارة الصحة موجود فيه برضو الحاجات الطبيعية، يعني الفيتامين سي سورس بتاعه مصدر طبيعي، وبتاخده بدوز كمان أو بجرعة معروفة ومحددة ومعلومة، وعارفين أولها فين وآخرها فين. لكن هل النهاردة في التركيبة اللي إحنا شفناها ديت هل مكتوب عليها مثلاً كمية الفيتامين موجود فيها كام؟ الحاجات اللي هو بيتكلم عليها بترفع المناعة اللي موجودة فيها، هل حد يعرف تركيزها كام؟ هل هي بكمية قليلة ولا كمية كبيرة؟ هل هي هتقدر تضر ولا تنفع؟ محدش يقدر يقول. لكن احنا عندنا في تركيبات الدواء بتبقى الجرعة مكتوبة، وطبعا احنا عندنا جرعات ما ينفعش نقل عنها ولا ينفع ان احنا ناخدها بشكل اكبر عشان ممكن تعمل لنا مشاكل تانية. فاحنا دايما في الدواء او في العلم بنبقى محددين جدا
وعارفين اولنا فين واخرنا فين. ومش كل الحالات زي ما احنا قلنا محتاجه ان هي تحتاج دواء 14 يوم. الحالات الصعبه اللي هي عندها التهاب رئوي او الناس اللي هي نازله في الالتهابات الشعبيه قويه، الناس دي بتحتاج تاخد مضادات حيويه قويه وبتحتاج راحه، ودي ممكن العلاج بتاعها يستمر فعلا من 10 ل 14 يوم، ودي كلها لمصلحه المريض. لكن انا النهارده لو اديتك النهارده توقفت عن الدواء وقلت لك تفضل خد الاعشاب الطبيه لمده 4 ايام، وكان المريض ده بيعاني من نزله شعبيه او التهاب رئوي، يبقى انا وقفت عن الدواء لمده 4 ايام، وبالتالي فانا دخلته في مشكله اكبر جدا، ان هو ما بياخدش المضاد الحيوي المناسب اللي يشتغل على الميكروب او على هذا الفيروس اللي هو مسبب التهاب الرئوي. يبقى انا كده بضيع المريض ده بالنص، بضيعه وادي لحاله الوفاه بتاعته نتيجه التهاب الرئوي. عشان كده يا جماعة احنا بنقول خلينا حريصين جدا جدا ان احنا نلتزم بالعلم ونلتزم بروتوكول وزارة الصحة في العلاج، وان احنا ما نقلقش وما نخافش، وانس ان انا او وقت ان انا احس بالأعراض اروح لأقرب دكتور اقول له انا بشتكي من ايه واخد العلاج بتاعي، وانا مستريح نفسيا جدا ان الدواء هيجيب معايا نتيجة في خلال 2 3 بكتير قوي لو حالتي النفسية كويسة، طالما انا رايح في الاول ولسه الأعراض بتبدأ تظهر علي. انصح زباينك انهم يروحوا اماكن جديدة، حالتهم اكيد هتبقى كويسة. اعزائي المشاهدين، طبعا احنا شفنا دلوقتي الجدال اللي كان بين الدكتور وبين، مش عايزين نقول اللي هو وهم او كده، لكن الواضح واللي احنا شفناه في حياتنا كلها اللي احنا عرفنا ان الدجل والشعوذة اخرتها مش حاجة مش كويسة، حاجة مش طبيعية، يعني هي مش حقيقة. الدجال شخص حقيقي زيك بالظبط، هو بيضحك عليك بشوية وهم وانت بتصدق، لان احنا دلوقتي كلنا في ازمة. مش معقول دول العالم بالكامل بالتكنولوجيا وبالتطور اللي هي فيه مش قادرة تلاقي علاج، واحنا هنلاقيه بشوية اعشاب، ولا ايه يا دكتور؟ هو طبعا هو الاعشاب موجودة في الطب فعلا، وموجودة بكميات كتيرة في الطب، وفي حالات كتير جدا بنلجأ فيها للأعشاب والحاجات اللي هي ملهاش أي أثار جانبية. ولكن طبعا احنا هنا كنا بنتكلم في صحة المواطن، يعني احنا النهاردة بنقول ما ينفعش ان احنا في مرض مهم جدا والدنيا كلها تلتفت ليه ونيجي نضحك على الناس ونستغل ان هم خايفين او قلقانين شويه بمجهود. ده اللي احنا قلنا عليه، لان الناس دلوقتي في ازمه، والناس زي ما احنا بنقول بالبلدي بتتعلق باشياء، يعني اي مريض دلوقتي لا قدر الله في شويه تعب عنده ما بيصدق يلاقي حد يقول له خد الحاجه دي هتخف. ده دور الدكاتره ودور الناس اللي فاهمه ان هي تفهم الناس وتوضح لهم ايه الحقيقه. تمام. فاحنا عايزين يعني يا ريت كل دكاتره اشمون، كل دكاتره محافظه المنوفيه يبداوا يتواصلوا مع بعض ويعملوا حملات توعيه عشان نقدر نفهم الناس اكتر. هو طبعا الحملات موجودة طبعا على مستوى الجمهورية، سواء وزارة الصحة عملت الحملات بتاعتها، كل الناس عملت الدعاية وعرفت الناس طرق الوقاية والأعراض اللي بتحصل. واللي احنا طالبينه من الناس ان هي تهدى وتتعامل مع المرض عادي جدا زي ما كانت بتتعامل مع اي برد بيجيلها، مفيش اي مشكلة، ونحافظ على المسافة، نحافظ على البعد الاجتماعي، نحافظ على الكمامة، نحافظ على كل حاجة، بحيث ان احنا نقدر نقلل من الإصابات اللي كانت إيه بتحصل. ومش عاوزين نسمع أي كلام وإحنا قلقانين، فنضطر إن إحنا ننساق لسكة مجهولة. وأنا من هنا بكلم حضرتك طبعا يا أستاذ أحمد كإعلامي، إن دور الإعلام مهم جدا في الفترة دي. وطبعا أنت حضرتك شفت بعض الناس اللي خدت اتجاهات غير قانونية، سواء كفى ان هي تشتغل على دواء غير مرخص والناس اللي روجت له. حضرتك تتفق معايا طبعا؟ طبعا اتفق معاك فيه، لان انا ما ينفعش اي حد يجي يقول لي على اي حاجه غير مرخصه وابدا اشتغل فيها واعلن عنها معايا. فاحنا برضو ده دورنا ان احنا نقول للناس اتجه الطريق السليم، بلاش الطريق ده، خليك في الطريق الصح، خليك مع الدوله في كل قرارات الدوله المصريه. واحنا من هنا بنوجه رساله تحيه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللسيد رئيس الوزراء ووزاره الصحه وكل القيادات اللي بتعمل على رفع المعاناه عن المواطن المصري. طبعا بالاضافه ان احنا كمان بنوصل رساله شكر وتحيه للكوادر الطبيه على مستوى الجمهوريه.
القرارات الطبية اللي هي بذلت مجهود كبير جدا وما زالت تبذل مجهود كبير جدا على مستوى الجمهورية، واللي في الناس منهم ضحت بأرواحها فداء المريض المصري. احنا مش عاوزين نضيع مجهود الناس ديت بالخزعبلات والدجل، وعلى الأقل رسالة شكر ليهم ان احنا نلتزم بتعليماتهم ونلتزم بكلامهم ونهدى وناخد الدواء، وان شاء الله كلنا هنعدي بفضل الأمان. تحية لكل أطباء مصر، وإن شاء الله انتظرونا في فيديوهات تانية بإذن الله. شكراً لكم.